قناة اليمن نحييكم ونقرأ لحضراتكم نشرة التاسع الخبر الأول مع الزميل عبد الرحمن. إليك عبد الرحمن. شكرا محمد، أسعد الله أيامكم ولياليكم بالخير. رأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا استثنائيا لحكومة الوفاق الوطني اليوم بدار الرئاسة، وذلك لمناقشة نشاطات أداء الحكومة خلال الفترة الماضية وطبيعة المهام الماثلة في المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وبعد أن افتتح الأخ الرئيس الاجتماع بسم الله، عبر عن سعادته لهذا اللقاء متمنيا من الله العلي القدير التوفيق والنجاح في أداء كافة المهام الوطنية على خير ما يرام. أولا عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. أولا أحب أن أشق شكري وتقديري لحكومة الوفاق الوطني، لأن حكومة جاءت في ظرف صعب ومعقد، والذي يفكر على أساس أنها جت حكومة إلى وزارات مفروشة جاهزة هو فاهم غلط وعايش في كوكب آخر. لو تذكروا عندما التقيت بكم لا أول لقاء قلت لكم أنكم سوف تذهبون إلى وزارات، ولكن هي مش وزارات، هي عمارات مستأجرة، إن العمارات كلها دمرت، كل شيء دمر، ومسكتوا دولة في اليمن مدمر أمنياً واقتصادياً وسياسياً، كل شيء مدمر، وأثبتتم جدارتكم وقدرتكم على أنكم تتجاوزون أعقد مرحلة في تاريخ اليمن، وأنتم الآن أمام تحدي كبير. نحن لم ننهي المهمة، نحن تخطينا أهم المراحل فيها، يبقى معنا المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية، وهي الدخول في الحوار الوطني وتشكيل الحكومة والبرلمان وفقا للنظام الذي سيختارها الحوار الوطني الجديد. أريدكم أن تثقوا كل الثقة أن عجلة التغيير دارت، وعجلة التغيير لن تعود للوراء في اليمن، ومن يحلم بعودة عجلة التغيير هو عايش أيضا في كوكب آخر، مش عايش في اليمن، يحلم. قرر الشعب اليمني أن يسير في التغيير، والمبادرة الخليجية واضحة، والتغيير لليمن سيسير وفقا لهذه المبادرة، والذي تطلع الحكم الرشيد في هذه المبادرة، والذي يطلع فيها لا ظالم ولا مظلوم. و أنتم تسلمتم حكومة، العاصمة مقسم إلى ثلاثة أقسام، الشوارع مقطعة، الكهرباء مقطوع، المستشفيات تموت فيها الناس بالعشرات، المياه مقطوعة، مشتقات النفط مش موجودة، وأثبتتم وجودكم حتى أنكم وصلتم المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية بنجاح، وصلتم المبادرة الخليجية للمرحلة الأولى بنجاح. ولا صعب جدا حد يفكر أنك تمشي المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية وتجري انتخابات في فبراير الماضي والطرق مقطوعة والشوارع مقطعة والطرق بين المحافظات مقطوعة، معجزة هذا. لكن السبب في هذا يعود كل الفضل إلى الشعب اليمني، إن الشعب اليمني وجد نفسه إمام مفترق طرق، أما وأن يذهب إلى حرب أهلية، أما وأن يتفق وأن ينجح هذه المبادرة.
وخرج بالملايين ومشى المبادرة ومشى الانتخابات. ليش مشى الانتخابات؟ لأنه عارف أن الطريق الآخر هو الأسوأ والأصعب. شيء آخر أقول لكم به، تتكلم الصحافة حقنا وتتكلم أصحاب المواقع الإلكترونية أن الرئيس يريد أنه يمدد فترة الحكم، هذا يخرج من عقل أي واحد. المبادرة الخليجية واضحة، وأي طرف بيعرق للسير في تنفيذها لأنها واضحة ومزمنة، كل شهر بشهره ايش بيمشي فيه وتسير بهذا التاريخ. ومن حاول انه يعرقل سيذهب الى محاكمه وسيطلع من اليمن. اي طرف بيعرقل هذا الكلام؟ والمبادرة هي واضحه. يعني انا تحملت المسؤوليه لمرحله انتقاليه اسمها المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية، ولن أمشي على الإطلاق وعلى جميع الأحزاب وعلى جميع المنظمات المحلية والأهلية أن تعرف هذا الكلام، أن لا رجعة فيه نهائيا، وأن الذي بيعرقلون سيحاكمون، لأني أنا لا عندي نية هنا للحكم. لو حتى يذهب اليمن إلى فراغ دستوري، إذا ما حد بيتعاون معنا فليذهب إلى فراغ دستوري، لكن يجب على كل الأطراف السياسية أن تفهم أنه لا رجعة عن المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية، لا رجعة عن التزمين الموجود فيها، وهي الآن تحت إشراف أقليمي ودولي. يجب أن الناس تفهم أن القضية مش قضية يمنية بحت، قضية تشرف عليها دول ويشرف عليها العالم على تنفيذها. أي واحد يحاول أنه يعرقل هو سيعرقل على نفسه فقط وسيدفع الثمن، هو لن يدفعها الشعب اليمني. العالم قرر كله، العالم قرر بالإجماع أن اليمن لا يذهب إلى حرب أهلية، لأن ذهاب اليمن إلى حرب أهلية يعني تأثير على اليمن والمنطقة والعالم، ولهذا فضلت كل الدول أن اليمن لا يذهب إلى حرب أهلية. واليوم هذا التعاون الذي معكم ومع حكومتكم هو الذي خلاكم تتجاوزون ما تجاوزتوه من صعوبات، في صعوبات غير عادية الذي اجتازتها حكومتكم. لا يوجد هناك أي تغيير وزاري، لا يوجد هناك أي تغيير في الحكومة، عليكم أن تشدوا أنفسكم، وسنحاسب كل وزارة بوزيرها بعمالها على ما يعملوه باليوم. الفترة الآن هي مش فترة إصلاحات، الإصلاح عندنا مبادرة، عندنا آلية تنفيذية لازم تمشي عليها وسوف نسير عليها، عندنا مكتب الآن بيفتك أو قد افتك للأمم المتحدة في صنعاء، ومكتب لمجلس التعاون الخليجي، وسيشرفوا على عمل كل وزارة يومي وبلاغ أسبوعي وشهري، لأن الوقت خلاص قصير. لازم الآن بأسرع وقت ممكن تشكل اللجنة العليا للانتخابات في أسرع وقت ممكن، والبدء في عملية إقرار قانون الانتخابات، والبدء الثاني في إصلاح السجل الانتخابي. ثلاث مهام رئيسية: تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب، إصلاح السجل الانتخابي. هذا ميزانيته محددة، وكلهم متعاونين معنا في كل الأطراف في تنفيذ هذا العمل. واللجنة الفنية هي مستمرة، بدأت أمس واليوم مستمر،
وسترفع تقريرها نهاية الشهر، لأنه عملية الحوار الوطني، عملية الحوار الوطني هي مش اللجنة الفنية اللي بات صنع كل الوثائق بات يهز كل شيء كما فهموا بعض الصحفيين وبعض السياسيين، هي ليس اللجنة الفنية الذي بات عد كل الوثائق ما عاد إلا بيكون مؤتمر 3 أيام وتعال أبصم، ما فيش هذا. في أسلوب آخر للعمل، وهو أسلوب يعني تشرف عليها الأمم المتحدة، هو حوار طويل سيبدأ من نوفمبر وبينتهي في نهاية مايو القادم، حوالي 6 شهور بيجلس هذا الحوار، لأن هذا الحوار هو صناعة اليمن الجديد. اليمن أخذ نصف قرن، 50 سنة بالاحتفل الآن في سبتمبر، هذا 50 سنة كفى للشعب اليمني من ما يجرب. جربنا كنا يعني في الحرب الباردة، كان صراع بين الشمال والجنوب، إذا ما تم الحرب بين شمال وجنوب عمد بين الجنوب فيما بينهم أو عمد ما بين الشمال فيما بينهم، وهذا ظل صراع 50 سنة. الشعب اليمني مل من هذا التجارب، خلاص 50 سنة إلى هنا وكفى. العالم كله معكم أنه يجب أن اليمن يتطور، وأن 50 سنة حق تجارب الحرب الباردة أخذت مرحلتها وانتهت، وأنها لفتح صفحة جديدة من بعد سبتمبر هذا القادم. من بعد سبتمبر بيبدأ عملية الحوار وبيبدأ عملية التغيير في إصلاح منظومة الحكم في اليمن. إصلاح منظومة الحكم في اليمن بالوصول إلى الحكم الرشيد الذي توجد تحته كل متطلبات القرن 21، لأن احنا نعيش خارج القرن 21. في اليمن نعيش خارجه، لأننا لازلنا نتقاتل من شارع إلى شارع. من يوم قامت ثورة سبتمبر وأكتوبر ما وصلنا إلى حل، وأكبر دليل ما احنا فيه. ولهذا تحملون أنتم المسؤولية أمام شعبكم، أمام العالم. حكومتكم حكومة وفاق وطني، كلمتكم يجب أن تكون كلمة واحدة، لأن مسؤوليتكم واحدة أمام الشعب اليمني، ومسؤوليتكم واحدة أمام العالم الخارجي وأمام العالم الأقليمي والدولي، وأنتم أمام تحدي في من يتكلم. أي واحد يتكلم الكلام هو بسيط، يقول لك أبسط حاجة في العالم في أي عمل هو النقد، أنك تنتقد، لكن ندخل ميدان العمل وشوف كيف. جيتوا لحكومة لا توجد وزارات ولا توجد طرق ولا توجد مشتقات نفطية ولا توجد كهرباء ولا توجد مستشفيات عاملة، اليوم كيف الوضع؟ مش هو أحسن من العام الماضي؟ أنتم قطعتوا شوط غير عادي وتحديتوا تحديات غير عادية، الخلاف الذي كان موجود غير عادي، لأن خلاف بعد دم، والخلاف الذي بعد الدم مش بالبساطة أنه ينتهي. يجب أن تثقوا في أنفسكم وتثقوا أن الشعب معكم وأن العالم الأقليمي والدولي لا جانبكم في هذا الخط اللي تسيروا فيه، وأن مهمتنا مهمة أن لوصل اليمن يوم 24 فبراير 2014 إلى حكومة جديدة منتخبة تسير وفقا للدستور الجديد وفقا لمنظومة الحكم الجديدة. نتمنى لكم النجاح في مهامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تحدث رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم بسندو، حيث قال فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي: يسعدنا
أن ترأس اجتماعنا هذا الاستثنائي ونثمن تثمينا عاليا ما قمتم به أيها الأخ الرئيس على مختلف المستويات، والشعب اليمني يقدر لكم هذا العمل الكبير وما تحقق في مختلف المجالات، شيء كبير بفضل الله وبفضل قيادتكم الرشيدة. وأضاف الأخ رئيس الوزراء: كان الناس في الماضي القريب خلال الأزمة لا يستطيعون المرور في الشارع، وكان الظلام الدامس يجوب البلد والأمور كلها متأزمة، والسوق السوداء للمشتقات النفطية بلغت مبلغا لا يمكن إلا أن يكون مجحفا. واليوم الأمور تمضي بصورة أفضل، وكثير من الأشياء عادت إلى ما كانت عليه. صحيح هناك بعض النواقص، ولكن الأمن والاستقرار قائم وموجود ومترسخ، والأمن والأمان موجود. وسجل الأخ رئيس الوزراء الشكر والتقدير للأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لمباركته جهود الحكومة، وأكد أن الجميع مستعدون لتنفيذ كل توجيهات فخامة الأخ الرئيس، وقال: إن موقفنا موقف واحد، وهو الالتفاف حول فخامة الأخ الرئيس دون أدنى تردد، وموقفنا واحد، وكفى الشعب اليمني ما عاناه، وعلينا جميعا تغليب مصلحة الوطن العليا، وعجلة التاريخ تمضي إلى الأمام وستمضي كذلك، ولن نتوانى عن تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس دائما. وأضاف: على الجميع استيعاب بنود ومفاهيم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لنمضي وفقا لتلك المعطيات.